موضوعنا الأول بصباحنا غير هو عن الطفولة، هي مرحلة بتشكل أول صفحة بحياتنا، يعني بنبدي فيها نرسم فيها طبعا أول ملامح وأساسيات ومبادئ شخصيتنا بالمستقبل. اليوم الواقع اختلف وأصبحت الصفحة البيضاء من حياة أي طفل معرضة لأنه تتشوه بمصطلحات وسلوكيات تعكس حالة العنف اللي ممكن ترافق شخصية الطفل نتيجة الوضع الراهن. زينب، اليوم مع الأخصائية ريم سعد الاختصاصية النفسية رح نتعرف سوا على الحل وكيفية التعامل مع هالحالة. يسعد صباحك ريم. هلا صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا صباح النور. بالبدايه بالمقدمه حكينا على قد ايه ممكن تاثر الظروف على شخصيه الطفل، تمام. فكيف اذا عم بيعيش بحاله من التوتر؟ خلينا نحكي شوي عن طبعا الحاله اللي اوجدتها الحرب وكيف بتاثر سلبا على شخصيه الطفل. الحرب اوجدت عده حالات، طبعا بتختلف تبعا لمناطقنا القريبه على الاماكن الساخنه نحن بنسميها، فطبعا كل منطقه لها ميزاتها ولها خصائصها، بس اللي عم نشوفه اكثر عند الاطفال وبالعمر الصغير والسلوكيات العدوانيه وطريقه اللعب اللي اختلفت كثير عن ما كنا نحن نشوفه عند الاطفال، يعني صار في لعب عدواني او عنيف بيناتهم، هو سبيل العنف، تمام. فنحن دائما كمؤسسه تربويه دائما نحن عند الاطفال انه نحن هاي الالعاب ما بنلعبها هون، وانا بطلب من الاهل نضل دائما نحن منتبهين، نحن بتواصل مع اهلنا انه نحن منتبهين هاي الالعاب ما بنلعبها هون. أنا دوري كمركز تربوي للطفل دغري نحن كمعلمين أو معلمات بنعمل ألعاب بديلة، دغري بنلعب ألعاب بديلة، بنعمل فيها مجموعات من الأطفال، بنعلمهم كيف طريقة اللعب، كيف طريقة الاستمتاع من دون ما نكون نحن عنيفين مع بعضنا أو ناخذ بعض المصطلحات أو الألفاظ اللي هي يعني شيء مو حلو على طفولتنا أو شيء مو حلو على بيئتنا. نحن لا ثقافتنا ولا بيئتنا هي بيئة عدوانية ولا بيئة حروب ولا بيئة شيء، لا بدنا نكون كثير حريصين انه طفلنا يعرف هذا الشيء من صغر سنه. يمكن ريم بالمراحل العمريه الاولى عند الطفل يمكن شو ما عمل او اي حركه جديده او اي لعبه يمكن عم هو يبتكرها الاهل بينبسطوا فيها، يمكن هن ما بيكونوا منتبهين لمدى خطورتها وتاثيرها على الطفل، كيف بيقدر الاهل يميزوا هالحركات هي من ما انه هي ممكن تكون متعلمه من المحيط اللي عايش فيه خارج المنزل ان كان بالمدرسه او بمركز الرعايه، كيف الاهل بيقدروا يميزوا هالحركات عند الطفل؟ هلا طبيعي يعني الام دائما عينها على ابنها اكثر، احنا ما بس هي اكثر من الاب، الام دائما عينها على ابنها على طفلها كيف عم يلعب كيف عم بيتصرف، فواجبها يعني هلا سبل المعرفه وسبل انه انا اعرف وابحث وشوف شو هو الافضل لاطفالي هي متاحه كثير وبكسره، يعني انا فيني فوت واقرا واتجنب كثير مواقف عند الاطفال، وقت تكون انا عيني على طفلي دائما فأنا بقدر أعرف إنه هذا الشيء أنا كثقافتي كعائلتي كبيتي شو ثقافتي كيف لعبي، لا أنا بصحح لابني طبعا حسب عمره، للطفل أنا ما فيني أقول عمر 3 سنين فوتوا بمصطلحات أو بكلام هو ما يقدر يستوعب علي، لا أنا دائما بنزل لمستوى الولد ولتحت أكثر وبجيبه لعندي، وانتبه ما هي الشغلات اللي ممكن تضحكني بهذا الوقت هي نفسها أنا اللي بحاربها بعد سنة لخلصها منه، تمام. وأي كلمة هو بحكيها للي أنا بضحك له كمان أنا كتير بعاني لخلصها منه بعد سنة ولا سنتين اللي هو تصير غير لائقة اجتماعيا، فأنا من الأول كون عندي أهدافي واضحة بترباية طفلي، هذا الشيء بصير وهذا ما بصير، فبكون أنا مرتاحة وطفلي مرتاح وبكون بعدته عن شيء مو صح يعيشه، هو حقه يعيش مبسوط ومرتاح ووسائل الرفاهية اللي هي بتخليه مبدع ومنتج وخياله خصب للشيء الحلو والمنيح مو للشيء مظلم. يمكن هذا الشيء عم يعانوا منه الأهالي وحتى عم نشوفه نحن كمان بالواقع. خلينا نحكي شوي كمان عن تأثير الميديا وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال سلبا، كيف الأهل فيهم ينتبهوا خاصة مع انتشار مظاهر العنف بشكل كتير كبير على الإعلام أيضا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. تمام، احنا دورنا كتربويين يعني في شيء اساسي انه احنا التلفزيون يعني اللي بنعرض على التلفزيون حتى لو كانت برامج اطفال لسن معين هي ما انا مرغوبه ابدا، يعني انا قبل السنتين والثلاثه ممكن احط لابني شيء كثير قليل ربع ساعه 10 دقائق غنيه لطيفه انا شايفتها، اما في نحن عم نعاني بمشاكل كثير عند الاطفال بتخص انتباههم بتخص اضطرابات التواصل من قعدتهم الكبيره قدام وسائل التواصل او انه هنا يمسكوا تاب او موبايل او يقعدوا حتى قدام شاشه التلفزيون، فانا هي بالدرجه الاولى نحن نتواصل مع الاهل نحن عم تظهر كثير عندنا مشاكل من بعد عنا الاطفال. بنفس الوقت انا ما في اقول للاهل دبروا راسكم او انتم لا، انا دائما بوجه الاهل
في الكتاب الفلاني في الأنشطة الفلانية أنتم فيكم تستفيدوا منها لتعبوا فيها وقت أطفالكم، ما بقولهم منعوهم وما في وسائل بين إيديكم، لا أنا كمان بعطي الأهل وسائل هن يقدروا يغنوا فيها وقت أطفالهم، فما بالك إذا كانت هي الوسائل عم تعرض أعمال عنف وأعمال نحن بطبيعتنا كسوريين خلينا نقول بنرفضها، ما بنحب نعيشها. نحن اهل علم تمام، نحن اهل علم، نحن اهل ابداع، نحن اهل ثقافه، فهي ما هذا الشيء اللي عم نشوفه نحن هو لا بيئتنا ولا ثقافتنا ولا شيء تعودنا او تربينا عليه. فمن الاساس لا، انا بحجب طفلي عن هيك امور. احيانا انا حتى اقول مثلا ممكن بالاماكن السخنه يكون في اصوات زياده، يكون في مشاكل زياده، أن هاي الأمور أخصائيين كتير متوافرين بكسرة، مراكز الرعاية والتأهيل متوافرين كتير وكله مجاني وكله متاح وكله مؤهل بشكل كتير جيد، فأنا فيني أعمل استشارات لأولادي، فيني أحطهم ببرامج بتغني، برامج رسم، موسيقى، في مشاكل تانية بدي أخصائيين من نوع معين أنا بتواصل معهم، أنا بقدر أني جنب أطفالي تمام. بس بنفس الوقت لازم يكون أوعى أنا مثلا كأخصائي بأنه هدول الأهل لازم يكون عندهم بإيدهم أنشطة، يكون عندهم كتب، يكون عندهم مراجع يعبوا فيها وقت الأولاد بشيء مفيد، وهذا الشيء ما صعب متوفر. يمكن إحنا عم نحكي عن الموضوع برؤية شاملة، لكن شو هي السلوكيات اللي ممكن تحدث عند الطفل لحتى الأهل تكون لهم إشارة أو دلالة أنه هالألفاظ أو السلوكيات اللي عم يقوم فيها الطفل أنه هي مانا طبيعية وبنفس الوقت بحاجة لأخصائي؟ إذا بدنا نحكي الشيء اللي بخص الأخصائيين، فأنا إذا خلينا نقول نحن أغلب المظاهر مثلاً اللي أنا بشوفها كأخصائي كل ما كان في مثلاً خير بلش بالمناطق اللي بتكون قريبة على المناطق الساخنة، هلا أنا بشوف قلق كتير عند الأطفال، بشوف خوف، بشوف اضطرابات بالنطق تمام. فنحن كفريق دائما بنوجه الاهل، بنشتغل عند القلق، بنشوف الولد كتله كفريق، يعني نحن بحاجه لاخصائي نطق، ممكن يكون بحاجه لطبيب، احيانا الاطفال بحاجه لشيء يساعدهم لنقدر نحن نشتغل معهم بنطلعهم من هي الدائره اللي وقعوا فيها، فبنشتغل معهم كفريق معهم ومع اهلهم نقدر نحن نطلعهم من الدائره ومزود بقى بنصير وعيهم، بيكبر الولد معنا بنزود وعيه بنفهمه شو عم بيصير بالكلمات المفردات اللي هو يقدر يفهمها. المناطق لا اللي بتكون مثلا اخف منا وطئه او الاطفال ما بتسمع هالمشاكل، بشوف اكثر مظاهر ممكن مظاهر تمثيليه، مظاهر كلمات عند الاطفال انا بتعطيني اشاره انه لا تمام عم بيأدوا شيء معين انا هذا شيء ما بدنا اياه، فدائما نحن انا كمؤسسه تربويه بلفت انتباه الاهل انه انا شفنا 1 2 3 والاهلنا هلا واعيين فكمان بتواصلوا معنا انه احنا اطفالنا هيك عم تعمل او هيك عم تلعب، فلا احنا بنمنعها بالمدرسه وبنمنعها بنعطي البديل للولد ما بنخليه قاعد بس عم يتفرج، فبنكون غطينا اغلب وقته بانه هو هذا الشيء يكون عنه بعيد، بالوقت اللي عم يكبر فيه نحن عم نفهمه شوي شوي على وعيه وادراكه شو عم بيصير حواليه او شو هو سلوك الطفل تمام بمنحة اخر تمام. وفي عندنا كثير مثل ما حكينا انشطه ان كان رسم او موسيقى او نشاطات هي متوفره بكسرة، فما في مشكله انا طفلي يتعود على هذا الشيء وبقدر بسهوله بعده عن هاي الامور، ما انا كثير صعب. خلينا نفوت أكثر بالموضوع، يمكن كنت عم تحكي على المناطق الساخنة والأطفال اللي متواجدين بهي المناطق، طبعا يمكن في أطفال كمان شهدوا حوادث إرهابية قدامهم ضلت عالقة بذاكرتهم، كيف فينا نحسن شخصية الطفل لما يكبر حتى فعلا هذا الشرخص صار يتحول لقوة يعني ويصير طفل طبيعي منتج بالمجتمع؟ هلأ إذا بدنا نحكي بشي تخصصي أكثر، الأطفال اللي نحن بنشوفهم اللي هن شافوا حوادث مؤسفة أو عاشوا ظروف كتير قاسية بيمتد شغلهم لسنين، مو لشهر ولا شهرين، لا هن بياخذوا وقت طويل بالتأهيل وبالعلاج، فدائما نحن من أول سنة خلينا نقول بنخلي الولد يعيش بحالة استقرار، بنعيشه بروتين دائما، أهم شيء للطفل أنا أقدر حافظ على سويته أو صحته النفسية، لازم خليه يعيش بروتين، روتين بالأمور البسيطة بالأكل وبالشرب وبالنشاط وبكل هاي القصص، الروتين أول شيء بيخفض القلق، بيخفض الخوف، بيحسس الطفل بالأمان إنه ما كله ماشي مثل ما كان. بعدين بلش نحن بتدخل كأخصائي نفسي وكأخصائي نطق إذا كان عندي مشاكل نطق، من دخل بقى الاختصاصات الثانية اللي بتعنا بالموسيقى وبالفن وبهي القصص، بس هو شوي بياخد معنا وقت أطول من أطفال بعاد شوي عن هاي الأمور، بس مثل ما قلنا أنه هاي الأمور متوفرة وبكترة فما في مشكلة، يعني إن شاء الله دائما بنقدر نتغلب على أي مشكلة أو أي عائق عم نعيشه بهذا الظرف.
يمكن احنا دائما بنركز على نقطه كثير مهمه عند الاطفال وعند اهاليهم، انه سلوك الاطفال عم تتشكل نتيجه تعرضهم لوسائل التواصل الاجتماعي. هن ممكن يعني الطفل اذا حمل الموبايل امه او ابوه ودخل على الانترنت، يمكن الاهل ينبسطوا انه انا ابني بعمر صغير لك عم يقدر يتحكم بالموبايل، عم يقدر يفتح الصور، عم يقدر يفتح على محركات بحث. لكن قديش هالنقطه كثير خطيره بالنسبه للطفل، قديش الاهل لازم يوعوا عليها. هي ما نقطة إيجابية، هي بالعكس ممكن تكون ردة فعل سلبية على الطفل. تمام، هو يعني إذا كان طفل عم يتفرج على أفلام كرتون ولا أغاني على الموبايل من دون ما نجيب أي مظاهر عنف أو أي مشاكل، فهي هذا الشيء ذبذبات الشاشة واللي بتطلع هي بتأثر على القشرة الدماغية عند الأطفال. فنحن بنلاقي أطفال كثير عندهم تشتت، فرط نشاط، عدوانية. وسائل التواصل والساعات الطويلة عليها بتعطي مظاهر عدوانية وانفعال عند الطفل. منحسه مضغوط، منحسه بميل كتير انه يصرخ فجأة، منلاقي عم يصرخ فجأة، منلاقي حركته عشوائية وكتيرة، ما بيقدر يتحمل احباط، ما بيقدر يتحمل انه يدرس او يقعد يعمل نشاط كامل لفترة معينة. فهي الامور صارت نحن يعني بدنا نشتغل على طفلنا انه هي الى اوقات محددة وباعمار محددة. ما فيني تحت 3 سنين قاعد ابني ساعة وساعتين وثلاثة ابدا. بعد 3 سنين دائما بتفق مع الاهل انه ساعه باليوم، نص بنص، بده يكون شيء موجه، بده يكون انا واجبي كاهل واعي لهي الامور. نحن كلياتنا ربينا ما كان في هي الوسائل المتاحه قدامنا، وربينا ولعبنا وكان طفولتنا كثير حلوه وكثير سعيده وبراءه، ويقدر يطلع منا ناس مفكرين ومبدعين وخيال. هلا نحن ليش نحد اطفالنا بشاشه؟ لا، نحن هلا الامكانيات اكبر بكثير واكثر، بالإضافة أنه هي مؤذية جداً للدماغ وللتحصيل العلمي عند الأطفال. طب خلينا نحكي شوي عن المدرسة، جو المدرسة اللي هو اللي عم يختلطوا فيه الأطفال مع بعضهم، يمكن يلقطوا أي فكرة إن كانت سيئة أو كانت جيدة. كيف الأهل فيهم يحصنوا شخصية الطفل ويبنوا جسر من الثقة حتى فعلاً كل شيء عم بيصير يعرفوا فيه وتتم التوعية من خلاله؟ الولد المتعود، أنا وأتعود ابني أنه في طريقة معتمدة مع الأهل، انه انا بدي ابني يحكي لي شو عم بصير معه، بلش انا احكي له انه انا اليوم رحت على الشغل وشفت فلان وعملنا هيك وساوينا هيك وحكينا هيك وممكن اكلنا هيك. احكي له، بلش انا تفاصيل من عندي. الولد اول فتره ممكن يسمع، يبلش انه ايه وانا هيك عملت، انا هيك ساويت، فبيبلش الولد ينقل لي خبراته اللي عم بتصير وانا مالي معه فيها، ينقل لي اياها على البيت. شوي شوي، في اطفال طبعا ما في داعي تفوتهم بين خبراتهم لحالهم، بضلوا بيحكوا فيها. فوقت انا عود ابني انه انا عم بحكي له رح يقدر يحكي لي. وكثير مهم اتعاون مع المدرسه او المؤسسه التعليميه اللي بيكون فيها ابني. يعني حتى انا بطلب من التربويين او اللي عم يشتغلوا المؤسسات التربويه يكون في هاي الاريحيه بالتعامل مع اهالي الاطفال. اذا ما كنا كلياتنا كتله واحده صعب، لا المؤسسه لحالها بتربي ولا الاسره لحالها بتربي. صحيح. الولد عم بيقضي هون وقت طويل وهون وقت طويل، فإذا ما كنا مع بعض إيد واحدة صعب شوي إنه نحن نطلع بالولد لشيء بدنا يكون كتير منيح له. ريم، بنهاية حديثنا شو بتحبي توجهي يمكن نصائح للأهل لحتى أكثر يكون في تحصين لأولادهم من أي مشاهد عنف ومن أي تأثير سلبي عليهم؟ يعني هلا بالدرجه الاولى خلينا نحكي لكل الاهالي، عنف او غير عنف، نحن نخفف تواصل الطفل مع الشاشات او مع اي شيء الكتروني، يحد من الخيال عنده ويحد من اموره الابداعيه. بالنسبه للشيء الثاني، انه انا دائما ابحث لاطفالي عن انشطه، وهذا الشيء متوافر كثير بكثره، وما اقول انه انا ماني فاضي او مضغوط. الولد من حقه علي ليربى ساعه باليوم تكون مفيده وفيها شيء ينمي له شخصيته. فابحث، وقت ما بيطلع بايدي انا استشير اهل العلم، فهن رح يساعدوني اكيد ورح نكون ايد واحده مع بعض. اكيد بنتمنى كل النصايح اللي اعطيتيها للاهل ليضلوا العين طبعا اللي بتراقب بحنان وعطف وتوعيه ايضا اولادهم ويبنوا المستقبل تكون فادتهم اكيد. وان شاء الله هيك بنستضيفك بمواضيع ثانيه ان شاء الله، وبتكون طبعا الظروف احسن على كل العالم. نتمنى اكيد، نتمنى. شكرا لوجودك معنا ريم سعد الاخصائيه النفسيه. شكرا لك. هلا. شكرا لك.